اسمي مجد فتحي شاهين، عمري 23 سنة وبدرس في الأكاديمية البحرية في مصر، وهلا أنا سنة ثالثة وضايل لي سنة وفاصل لأتخرج. أنا جيت على غزة هون لأشوف أهلي في إجازة نهاية السنة، وكان إلي أنا مش شايف أهلي لي سنة، فقلت إنه باجي بشوفهم فرصة بعدها بطلع بكمل دراستي. من بعد شهرين وبعد ما قضينا أوقات حلوة أنا وأهلي وانبسطنا، صرت بديت أبدأ يعني في ترتيب إجراءات السفر. أخذت موعد للتسجيل في تاريخ معين ورحت على المعبر أنا وأهلي يوم ما أجا موعد سفري. رحنا وضلينا قاعدين 9 ساعات تقريبا ورجعت، وتكرر هذا الإشي 5 مرات وبدون ما يفهمونا يعني شو السبب ما أدخلش على المعبر. هالإشي هذا أحبطني لأنه ضاع علي فصل كامل ورسوم الفصل ورسوم سكن، ف يعني نفسيتي تعبت وأهلي ضايقوا كتير إنه عشان أنا إنه قاعد وأصحابي قاعدين ماشيين في دراستهم بكملوا في دراستهم خلص وحيخلص الفصل، وأنا بس قاعد بحاول بس رايح جاي على المعبر إني بحاول بس أطلع على ألحق الفصل. هاي المرة السادسة اللي أجي فيها على معبر رفح، وهلأ أنا بالصالة الفلسطينية بستنى لينادوا اسمي لأروح على الصالة المصرية، وإن شاء الله هاي المرة بعدي وبلحق دراستي وجامعتي.